بالأمس في كلمة الرئيس السيسي يمكن وجه بعض الإشارات على أن الأزمة الاقتصادية العالمية من أخطاء خاصة بيها، وإزاي تأثيراتها الإيجابية دي هتحصل من خلال تجمع بريكس. طيب خلينا نقول دايما أن الكتلة الغربية دي هي دول المنافع اللي صدرت كل المساوئ إلى الدول النامية، بما فيها يعني مشكلة المناخ اللي بنعاني منها وأصبح ليها تأثيرات اقتصادية، وابتدينا نعمل لها قمم المناخ لأن أصبح أن ليها تأثيرات سلبية ممكن تؤثر على مش بس الاقتصاديات بالخاصة بالدول، ولكن أيضا على قيام ووجود هذه الدول. يمكن تغيرات المناخية النهاردة تسبب مشاكل رهيبة جدا وخسائر اقتصادية كبيرة جدا، سواء على مستوى الدول النامية أو مستوى الدول المتقدمة. نيجي لمشاكل الدين العالمي واللي بتتحمل الدول النامية طبعا عبء هذه المشاكل وتكلفة الدين، وأصبح أن في ضغوط كبيرة جدا. نلاقي الأزمات بتطلع من الكتلة الغربية والدول المتقدمة، وللأسف تصدر وتتحمل العبء الأكبر عليها هي الدول الناشئة والدول النامية. ابتدى النهاردة نشوف طبعا كلمة هيمنة الدولار هي كلمة أنا مش شايفاها اقتصاديا بتكون سليمة، ولكن خلينا نقول إن هي يعني هي عملة التسوية العالمية، بتمثل 60% من حجم الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية على مستوى العالم، حجم 90% من حجم الدين العالمي بالدولار. النهاردة وجود قوة أو نظام موازي بدل ما يبقى العالم ماشي بأحادية اللي هي زي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ظهور تكتل زي تكتل دول البريكس بحجم هذه الدول وقدرتها وقوتها. ويمكن في بعض البيانات المهمة جدا جدا ان احنا نقولها واحنا بنتكلم على هذه المجموعة اللي بتمثل مثلا عدد تعداد سكانها تقريبا 45% من حجم سكان الأرض. حضرتك ممكن تقولي طب ده بيعتبر فايدة ولا عيب؟ يقول حضرتك لا، هي ليها فوائد كثيرة جدا، قوة استهلاكية كبيرة جدا، فرص عمل وعمالة، حاجات كتيرة جدا بتمثل 45% دي، بتنتج تقريبا 44% من حجم النفط العالمي. يعني حجم اقتصادياتها بيمثل 28% من حجم الاقتصاد العالمي. ده مع دخول السعودية ولا قبل دخول السعودية؟ مع دخول السعودية. خلينا بالك دلوقتي ان احنا بنتكلم ان تم دعوة مجموعة من الدول، وبالفعل خلاص احنا في بداية في يناير 24 تم دخول مصر ومصر واثيوبيا والسعودية والامارات انضموا الى المجموعة، وده بيمثل قوة مهمة جدا وليها معاني كبيرة جدا. فالفكرة العامة هو إعداد بقى نظام عالمي موازي. ده هيحصل النهاردة؟ بالطبع لأ.